الواحد لما يبقى فنان كده بيبقى ايه من هواياته ياخد جايزة، ينهي حياته هو يعني في مركز يعني نجومية كبير. انتي حاجة تانية خالص بتحلمي فيها بالنسبة للتمثيل، ايه هي؟ عارفاها ولا لا قليلي عايزة تبقي نقليني. شهيدة؟ عايزة تموت؟ انا عمري ما سمعت حد حلمه ان مجنونة يموت وهو بيمثل. مجنونة والله العظيم. كنت بعد الشر عليكي طبعا، بعد الشر عليكي كنت يعني انا كنت مغامره بالفن لدرجه لا تخطر على بال حدا ابدا ابدا ابدا. مغامره لدرجه انه ايه انا ممكن موت شهيده الفن ومتمنيه هذا الشيء، انه انا عم موت وانا عم بشتغل شيء كثير 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 بحبه.